تسجل مختلف المشاريع الاقتصادية والاستثمارية في إمارة الشارقة نجاحاً كبيراً وتفاعلاً تسويقياً منقطع النظير باستقطابه آلاف الزوار من المسؤولين والمستثمرين والزبائن للوقوف على منتجاتها وشرائها، فضلاً عن الاستثمار بها لما يتوافر من بنية تحتية كبيرة تعزز من ديمومة العمل الاقتصادي كأحد أركان التطور في الإمارة الباسمة إمارة الشارقة. يشكل سوق الصناعات الذي يحظى بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة محطة جذب واستقطاب محلي وعربي وعالمي لمختلف الفئات الاستثمارية الذين توافدوا للاطلاع على المشاريع المبتكرة والمشاريع الإنتاجية التي حظي كثير منها باهتمام المستثمرين في مختلف القطاعات. فدائما ما تحظى الصناعات بالشرقة برغبة المستثمرين لامتلاكه سواء من المواطنين والأجانب وتحويلها إلى نطاق تجاري واسع في ظل ما يتوافر من خدمات وأيدي عاملة ومراكز للتصدير وأخرى للتسويق، ليبقى منتج الشارقة منتجا عالميا له مكانته في السوق الخارجي. هنا يساهم هذا المصنع الزبائن وأصحاب الأعمال على اختيار الأثاث المناسب من خلال فهم أذواقهم وأنماطها للحصول على أفضل التصاميم من مصممين داخليين محترفين، ليوفر الوقت والجهد على المتعاملين من خلال إتمام التصميم عبر ما يتوافر لديه من أيدي عاملة وأجهزة متطورة. احنا مصنع زي موجودين بالشارقة من 22 سنة تقريباً، مختصين بصناعة الأثاث بشكل عام، الأثاث الماس برودكشن أو الأثاث المختص بالكميات، منقسم إلى عدة أقسام، أقسام الأثاث أساس الأثاث الفنادق والمطابخ والخزائن وبعض أعمال الفيت أوت اللي هي أعمال الكلادينج، أعمال الحوائط الخشبية للمستشفيات، للفنادق، للمكاتب بشكل عام. وطبعا اهم شيء عندنا الجوده بصناعه الاثاث ومستوى اللي عم نتوصل له، اللي هو نحن عم نوصل انه نكون بجوده المصانع الراقيه المختصه بهذه الانواع من انواع الانتاج. السياسه التسويقيه لنا هي النسبه الاكبر داخل الامارات العربيه المتحده، ولكن اكيد بنشتغل بالخليج العربي بنسبه لا باس فيها بمنطقة الخليج، والحمد لله الله وفقنا مشروعين ثلاثة خارج المنطقة العربية حتى بأوروبا وبأفريقيا، اشتغلنا ثلاث أربع مشاريع. ويولي اهتماماً كبيراً برغبات المجتمع من خلال تصاميمه وخاماته التي تعد الأفضل والأجود دائماً في هذه الصناعة الآخذة في التطور والنمو والتقدم والمساهمة في الناتج المحلي، إنها صناعة الأثاث. التسويق في توب لاين لصناعة الأساس أخذ حيز واسع بدولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة بإمارة الشارقة، كون نحن عم نتعامل مع مجموعة كبيرة من الشركات والفنادق والشقق المفروشة والفلل، وبالتالي التسويق بيرجع إلى الواقع الاستقرار اللي موجود بأسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، واللي بتشجع المستثمرين يستثمروا بهالأسواق الناشئة هيدي المهمة، وبالتالي بتخلي الشركات تقدر إنه تفوت بالأسواق وتعمل وتحقق أرباح وتحقق مكانة إلى بهالأسواق هيدي، نظراً للاستقرار الموجود ونظراً للوضع المستقر اللي عم بيعطونا إياه حكام دولة الإمارات العربية المتحدة وشيوخها وعلى رأسهم
حاكم إمارة الشارقة اللي عم بيعطي مجال واسع للشركات إنه تقدر تحقق طموحاتها وأهدافها خلال فترات معينة وضمن إطار الأسواق بدولة الإمارات العربية المتحدة. أحد مصانع الأثاث في الشارقة مصنع توبلاين لصناعة الأثاث، أنشئ هذا المصنع في عام 1999 وكان مصنعاً صغيراً آنذاك، كان ينتج مفروشات وأطقم جلوس فقط. مساحة المصنع تصل إلى 40,000 قدم، وبه كم كبير من الماكينات الألكترونية والحديثة، وفريق عمل المصنع تتيح له فرصة التعاقد مع كبرى الشركات العالمية، وها هي منتجاته تزين الكثير من المنشئات داخل وخارج الإمارات. بالنظر إلى سوق الشارقة في مجال الأثاث، نرى أنه يعتبر حالياً واحداً من أكبر الأسواق في المنطقة، نتيجة لطفرة الهائلة التي يشهدها قطاع العقارات في الإمارة والعدد المتزايد من الوحدات السكنية والعقارات التجارية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الزيادة في عدد السكان أثرت إيجاباً على هذه السوق، ومنتجات الأثاث المصنعة في الشارقة توفر تنوعاً في هذه المنتجات، إلا أن أكثرها تداولاً الأثاث المنزلي ثم المكتبي، وكذلك الأثاث المستخدم في المدارس والمستشفيات والفنادق وغيرها. احنا مختصين بالمشاريع مش بالبيوت. أكثر مشاريعنا مشاريع الكبيرة العملاقة اللي هي مشاريع الفايف ستارز هوتيل، مشاريع المستشفيات الكبيرة، والحمد لله رب العالمين قدرنا نوصل إنه طبعاً بشهادات الخبرة اللي معنا بالفترة الزمنية اللي عمرنا داخل البلد وصلنا لمرحلة إنه أخذنا ثقة المستهلك بالمنتج تبعنا وبالمستوى التشطيب النهائي تبع المنتج تبعنا اللي عم بيرضي زبائننا اللي عم بيرجعوا بيشتغلوا معنا مرة ثانية وثالثة، لأنه عم بيرتاحوا لجودة التنفيذ وتواريخ التنفيذ بالوقت المعين، مدة التنفيذ بزمن جيد نتيجة للماكينات الموجودة، الماكينات الصناعية الجديدة عم نواكب التطور فيها وعم نجيبها أول بأول داخل الإمارة. لذا نمت صناعة الأثاث، ونشاهد طفرة لدى مصنع توبلاين لصناعة الأثاث في مجارات تلك الطفرة التي شهدتها الدولة بصورة عامة وإمارة الشارقة بصورة خاصة لتلبية الاحتياج إلى قطع الأثاث المتنوعة والتي يقدمها بمتانة وجودة عالية. يعمل في مصنع توبلاين لصناعة الأثاث أكثر من 120 عاملاً بين فني ومساعد فني ومشرفين على الإنتاج من أمهر العمالة في هذا المجال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتختلف مراحل التصنيع من قسم إلى آخر حسب المواصفات المطلوبة، فمثلاً هنا ماكينة قطع الأخشاب التي تقوم بقطع الأخشاب أوتوماتيكياً بأحدث الآلات العالمية، وذلك عن طريق تغذية كمبيوتر الماكينة بالمقاسات المطلوبة للمشروع، وعليه تقوم الماكينة بعمل اللازم بدقة متناهية وسرعة قياسية. طبعاً في البداية احنا بيتم استلام الرسومات من قسم التصميم في المصنع، بيتم حساب المشروع، بعد ما يتم حساب المشروع والكميات المطلوبة للمشروع بيتم تحرير قائمة بسموها الكاتينج ليست،
من ثم حساب الكميات المطلوبة للمشروع، ومن ثم البدء بالإنتاج. طبعاً الإنتاج بيتم على عدة مراحل، كل مشروع حسب نوعية العمل المطلوب لإله. بنقوم بإنتاج الخزائن، المطابخ، غرف النوم، يعني كل ما يتعلق بالأمور الخشبية. طبعاً كل قسم بالمصنع في شخص مسؤول عن هذا القسم، بيستلم من يعني كفورمان، فورمان إنتاج، كل فورمان بيسلم الفورمان الآخر بعد ما ينتهي العمل بتاعه من القسم. ثم تدخل على مكبس حراري ليتم صقلها على الألواح الخشبية، بعد ذلك تصبح جاهزة للتصنيع أو التركيب حسب المواصفات المطلوبة وحسب الديكور المطلوب. إن مصنع توبلاين لصناعة الأثاث يعمل بكل دقة وجودة عالية، بدءا من استيراد الأخشاب من خارج الدولة كالصين والهند وإيطاليا وتركيا، وبعد المواد الأولية من الأخشاب والتي توجد بالسوق المحلي، وذلك دعما للاقتصاد الوطني. بعد مرحلة التقطيع واللصق حسب المواصفات المطلوبة للمنتج، ننتقل إلى مرحلة التركيب، فتبدأ المنتجات في الظهور من غرف نوم وخزائن ومجالس ومطابخ، حيث يقوم العمال المهرة بتركيب هذه الأخشاب وتثبيتها حتى تخرج بهذه الصورة المتكاملة. وهنا تأتي أهمية ماكينة تقطيع الأخشاب، ولكن في تقطيع الأخشاب يكون المنتج قد وصل إلى مواصفات خاصة وتقطيع خاص وحجم خاص. ينتقل بعدها الأخشاب إلى ماكينة تحديد وتلبيس الأطراف بعناية، تمهيدا للصق القشرة عليها والمختارة بعناية من قبل مهندس الديكور والعميل، وذلك بوضع مادة لاصقة على الأخشاب وإدخالها داخل مكبس إلكتروني يقوم بلصق القشرة وضغطها حتى تكون جاهزة للتقطيع النهائي أو تقطيع الأطراف غير المرغوبة. ثم تنتقل الأخشاب إلى ماكينة التقطيع حسب المنتج المراد تصنيعه، وتصبح الأخشاب جاهزة لعملية التجميع والتركيب. مصنع توبلاين بالشارقة يولي اهتماماً كبيراً بدقة التركيب وبخامات أصلية صليدة تتحمل أجواء الإمارات، لذا يقوم مهندسو المصنع بعمل دراسات وأبحاث مستمرة على أحدث الخامات والتي تتوافق مع أجواء الإمارات. وننتقل إلى مرحلة الدهانات، ففي هذا القسم يتم تنظيف ودهان المنتج النهائي بعناية بالغة وبأفضل أنواع الدهانات التي لا تفسد ولا يتغير لونها مع طول الزمن، بل تزداد رونقاً وجمالاً حفاظاً على الأخشاب الأصلية، ويتم دهان كل منتج حسب المطلوب وحسب رغبات العملاء. مصنع توبلاين لصناعة الأثاث ضمن منظومة مصانع الشارقة، والتي تتبع الجودة والتميز في كل منتجاتها، فهي لا تستخدم إلا أنواعاً عالمية من الأصباغ والتي لها سمعة عالمية، بالإضافة إلى المنتجات المحلية المتميزة. طبعاً وجوداً بالشارقة أكيد دعم من المسؤولين لنا بكل وسائل الدعم الصحيحة اللي إحنا كنا دائما متوقعينها، والحمد لله رب العالمين دائما عم نلاقيها، بانه عم نشارك بالمؤتمرات الامسيه، دائما عم يجينا دعوات، عندنا ستاند دائم بالمعرض الشارقه للصناعات موجودين، عندنا غرفه تجاره صناعه الشارقه عاطينا دائما ستاند موجود لنا، فبصير في دائما مؤتمرات، بصير في دائما دعوات من الخارج، بيجينا دعوات من قابل الاشخاص اللي برا، وهذا اللي عم بخليهم يتعرفوا علينا ويعرفوا عن منتجنا نتيجه هاللقاءات الدوريه اللي عم بتصير معنا دائما مع غرفه تجاره صناعه الشارقه.
ننتقل إلى مرحلة التنجيد، حيث تدخل المنتجات المختلفة بعد صبغها وتجفيفها إلى مرحلة التنجيد، وذلك لإتمام الشكل النهائي للمنتج. مصنع توبلاين لصناعة الأثاث يختار أفخر وأجود الأقمشة التي يستخدمها في تنجيد المنتجات التي تحتاج لذلك، فهم لديهم عينات من هذه الأقمشة لتعرض على العميل ليختار مع مهندس الديكور بالمصنع الخامة واللون المناسبين. بعد الانتهاء من صناعة المنتجات وصبغها وتنجيدها تأتي إلى هنا، ففي هذا المستودع الكبير الذي يتم فيه تغليف المنتجات حرصاً على سلامتها ونظافتها حتى تصل إلى العميل كما هي دون أي تليفات، ثم تخزن لنقلها إلى العميل سواء كان داخل أو خارج الدولة. مصنع توبلاين لصناعة الأثاث يقوم بتسويق منتجاته وتوزيعها في كل أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، بل تخطى حدود الخليج إلى أوروبا للثقة الكبيرة في منتجات الدولة بصورة عامة وصناعة الشارقة بصورة خاصة. والمصنع يعتمد أساساً على العقود المبرمة بينه وبين الشركات العالمية. ملحق بالمصنع مخزن لقطع غيار الأثاث ومستلزمات التركيب من مقابض وبراغي ودهانات وحليات حتى يضمن سرعة الإنجاز، فشعاره الجودة والالتزام بالمواعيد المحددة. وهناك شركة تابعة للمصنع تتولى النقليات وتقوم بنقل الأثاث إلى كل أنحاء الإمارات بعناية فائقة وخبرة كبيرة، كما تقوم بنقل الأثاث أيضاً إلى دول مجلس التعاون الخليجي وفق الطلب. ويوجد بالمصنع فريق من الفنيين المهرة الذين يقومون بفك وتركيب المنتجات بعناية فائقة، ومعهم مهندسو الديكور الذين يقومون بترتيب الأثاث والديكور ليناسب مع كل مؤسسة ومشروع ومنزل. طبعا الجوده اللي بنشتغل فيها دائما نسعى الى انها تكون الجوده باعلى المقاييس، من حيث استخدام المواد اللي موجوده في التصنيع، من سواء من استيرادها او من استخدام المواد المحليه الموجوده داخل الدوله، بالاضافه الى الايدي العامله المهره اللي بيتم تعيينهم من قبل اداره الشركه، زائد في عندنا تيم متخصص بالإشراف على هذا العمل. لذلك بنسعى وبنرتقي إنه نكون الأفضل في السوق. مصنع توبلاين لصناعة الأثاث يديره مجموعة من المتخصصين كل في مجاله، فهم منظومة متميزة من المهندسين والفنيين، ودائماً يسعون إلى التعاون بروح الفريق وانصهارهم في بوتقة واحدة من أجل إنتاج متميز راق يعبر عن مضمون إمارة الشارقة واهتمامها بكل التفاصيل. من هنا كانت الشارقة، والتي تتميز بالثقافة والمعرفة والعلم والتكنولوجيا، تسعى إلى التفوق في كافة مشاريعها الصناعية لتكون الأفضل والعلامة المميزة وموطن الاستثمار الناجح.